السلام عليكم خوتي اخواتاتي، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كريمه كاتيا للمواضيع المختلفه. نوفل بن موسى الزوج ديال فاطمه الزهراء الحرش خرج بواحد الفيديو اللي كيهضر فيه بواحد الطريقه اللي خلى بزاف ديال الناس يرجحوا الكفه ديال الطلاق، انهم طلقوا. وهاد الفيديو كان اول تصريح ليه من بعد الطلاق. نخليكم هالفيديو ونتمنوا تخليوا لي حتى نتوما الاراء ديالكم. لاول مره معنا في القناه تشتركوا وفعل زر الجرس باش يبقاو يوصلوا الجديد، ضروري من واحد لايك ونخليكم مع الفيديو. الحاجه الوحيده اللي تقدروا تندموا عليها في هذه الحياه هي علاقتكم مع الله، اما تبقي راه ما تيهمش، راه النص مخبي الهبله ديالو. داكشي من الصغر تكونوا امراض، تكونوا عقد، تكونوا ثقافات مغلوطه بزاف ديال الاشياء، فلهذا ما تخممش، استمر في الحياه وعيش حياتك كما بغيتي. وانتم اخوتي شنو الاستنتاج اللي خرجتوا به من بعد هذا الفيديو؟ نتمنى انه اذا كان طلاق تم فعلا بيناتهم فالله يجمع شملهم، اذا كان مازال باقي الخير بيناتهم، واذا كانت الحياه مستحيله الله يعوض لكل واحد فيهم. وخوتي خواتاتي كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. بسلام عليكم، على امل نتلاقى بكم في فيديو جديد. تحياتي للجميع.